مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير، ويا رب دايما تبقوا بسعادة وسلام، والدنيا تبقى للأفضل وللأحسن. الحقيقة الأمر طبعا إحنا منتظرين، بيقول لك مستر أو السير مجدي يعقوب، وفاة مجدي يعقوب. وفي حالة وفاة مجدي يعقوب الذي أنقذ حياته الآلاف من المرضى القلب في العالم، ودخل موسوعة جينيس لعملية زرع قلب. وعبد الله رشدي يقول مسيحي لن يدخل الجنة، يعقوب بعمل لي أنا هنا في الجنة. يوافق اليوم الأربعاء 16 نوفمبر ذكرى ميلاد الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1935 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. تربى مجدي يعقوب في وسط عائلة مسيحية أرثوذكسية ترجع أصولها إلى ألمانيا، ودرس الطب بجامعة القاهرة، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في شيكاغو، وسافر عام 1962 لبريطانيا وعمل في مستشفى الصدر بلندن، وبعدها أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد، ومدير قسم الأبحاث العلمية والتعليم. تم اختياره ليكون أستاذا في المعهد القومي للقلب والرئة عام 86. ولطالما أولى يعقوب اهتمام كبيرا بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 67، وفي عام 1980 أجرى عملية نقل قلب للمريض ريك موريس ليكون أطول مريض قلب أوروبي على قيد الحياة، والذي غايبه الموت في 2005. يذكر أنه بعد مرور 3 سنوات على عملية موريس أجرى يعقوب عملية زرع قلب لرجل إنجليزي يدعى جون ماكفيرتي، ليدخل بسبب تلك الجراحة موسوعة جينيس كأطول شخص يعيش بقلب منقول، وذلك لمدة 33 سنة حتى توفى جون في 2016. كما أجرى يعقوب عمليات لمشاهير من بينهم الكوميدي البريطاني إريك موركام. ومن أجل خدماته للإنسانية حرصت الملكة إليزابيث الثانية على تكريمه بمنحه لقب فارس، يطلق عليه الإعلام البريطاني لقب ملك القلوب. أيضا قام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عبر تصديقه على القرار الجمهوري رقم 1 ل 2011 بمنح قلادة النيل العظمى لجهوده الوافرة والمخلصة في مجال جراحة القلب، وقد استلمها بنفسه في حفل خاص أقيم على شرفه. يقول الدكتور مجدي يعقوب الذي يطالب بعدم النظر لدين أو جنس للمريض، أشعر بالسعادة وأنا أعالج مرضى القلب والبشر عندي واحد. مضيفا في تصريحات أن الذين يصابون بأمراض القلب يأتون إلى مؤسسته لعلاج أمراض القلب بالمجان برفقة أسرهم، والحزن يعتصرهم ما يجعل قلبه يدق بالألم حزنا عليهم. ولافتا حين يتلقى هؤلاء المرضى الرعاية اللازمة ويخضعون للعمليات الجراحية سرعان ما تعرفهم السعادة ويتوارى الحزن عنهم. وبخصوص مستشفى القلب الجديدة أو القلب الجديد في القاهرة، قال سيكون أكبر من مركز أسوان لعلاج أمراض القلب 4 مرات، والعمل من أجل المجتمع يجعل القلب يغز بالسعادة. وناس يقولولي هتروح الجنة ولا مش هتشوفها، فبقول لهم بعملي أنا في الجنة. حيث كان كتب الداعية الأزهري عبد الله رشدي منشور يكفر فيه يعقوب كما اعتاد على تكفير المسيحيين، وجاء بنصه العمل الدنيوي مدام ليس صادرا عن الإيمان بالله ورسوله
فقيمته دنيوية بحتة تستحق الشكر والثناء والتبجيل منا نحن البشر في الدنيا فقط، لكنه لا وزن له في يوم القيامة. وقال: من السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة في من دين لا تؤمن به أصلا في الدنيا. ولا أدري لماذا يغضب الملحدون من تقريرنا لعقائد ديننا التي لا تضرهم في الدنيا ولا تنفعهم في الآخرة. ثم تم منح جائزة فخر بريطانيا في 11 أكتوبر 2007 والمقدمة على الهواء مباشرة من قناة اي تي في البريطانية بحضور رئيس الوزراء غوردن براون. والجائزة تمنح للأشخاص الذين ساهموا بأشكال مختلفة من الشجاعة والعطاء أو ممن ساهم في التنمية الاجتماعية والمحلية. كما أيضا لجنة التحكيم أعلنت أن الدكتور يعقوب قد أنجز أكثر من 20,000 عملية قلب في بريطانيا، وقد ساهم بعمل جمعية خيرية لمرضى القلب الأطفال في دول العالم النامية، ولا يزال العمل في مجال البحوث الطبية. لذا تم اختياره من لجنة التحكيم ليكون الشخصية البارزة في الحفل، وتم تسليم الجائزة في نهاية الحفل مع حضور عشرات الأشخاص الذين ساهم الدكتور يعقوب بإنقاذ حياتهم على خشبة المسرح. قام الدكتور مجدي يعقوب بإنشاء مركز لعمليات القلب في مدينة أسوان بصعيد مصر، وذلك في عام 2009، وتم إنشاء تمثال له في أسوان وآخر في بلبيس في ميدان يحمل اسمه تقديرا لدوره الكبير في مجال الطب. كل الشكر وكل الاحترام لطبيبنا القدير الدكتور مجدي يعقوب. وليس من حق أي أحد أو أي شخص يحكم على أي شخص أنه يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة. الله خلقنا، الله الذي أعطانا الحرية الكاملة، الله هو الذي سيحاسبنا، الله هو الذي يعلم. ومن ليس لهم ناموس فهم ناموس أنفسهم. كل إنسان، وقال رسول الإسلام: لكم دينكم ولنا ديننا. ليس من حقك أن تحاسب أي شخص لماذا ولد كذلك أو لماذا يعبد هذا. كن بإيمانك بنفسك، وكن لدينك لنفسك، وكن لربك لنفسك. لا تجعل ولا تجبر آخر بأن يكون مثلك في كل شيء. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. شكرا شكرا شكرا.